القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس رقم 427 من دروس التفسير، ولا نزال مع سورة الأحزاب والآيات التي ستفسر بإذن الله تعالى في هذا اليوم المبارك من الآية 12 إلى غاية الآية 17. يثمثن وقيد درس في 427 أما كالسلام سيقد نفس السلية 12 المذ اللي 17 وما زال أكون صورة الأحزاب. قبل ما نبدأ التفسير عندي إشارة خفيفة. الإنسان متى يمتحن إيمانه أو متى يمتحن إيمانه؟ عند النوائب وعند المصائب. في الظروف العادية سهلة، يعني الظروف العادية العبد تزمر تلا، الهنا تلا، الهوى تلا، الخير يلا، الشركة تونس عن الشركة الحو نورمال يسع 20 كاميون نكش من 20 كاميون انت مديث ولا شاك المشاكل هذا قيب بسم الإيمان يطلع، الإيمان يتسنرني يتزاد ملمي قارنا ذي الحيف، الحيف يتفقين ذيذز الحيف أي القرن القبيلي في الهلسة سبت محنن قارن المحنة تربي في الرقزة وقد قارن المحنة تتلقيم في الرقزة وتتكفو ذي الإيمان في وقت المحن. هنا يتجلى صدق الإيمان. علاش قلت هذه المقدمة؟ لأن الحديث عن في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، أشرنا في الدرس السابق إلى بعض الإشارات واليوم بعض الإشارات وما زالنا نكمل ذيس ذي الوقت الحيف يوعر الحال. لذلك الله يرحم الإمام الشافعي اللي قال باش يعطينا هذا الإيمان بقضاء الله وقدره حلوه ومره، خطأ المكتوب إلى وين دار الزيض إلى وين دار الزاي إلى وين دار الصفرح إلى وين دار السقراح، ماشي ما يصفرح الله يبارك ما يصقرح وسنقبل له أو هربي الإيمان النغيك أذي لي يوجد باش أذي قافل يكد دوني ثقي سوى شو الصبر خطر وين الصبر نسيب كربي لاجر بلا الحساب ولاش لاشو الصبر مادام عزيز غلاي علي أربو سيفكارا أن باران الحسنات خاطئ يد بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تظل صلاة الجماعة 27 درجة أو 25 جزء أو ضعفا، ثلاث ألفاظ وردت في السنة، جزء درجة سن جزء ضعفا. تجي صلاة الجماعة والصلاة عماد الدين، ولكن المحنان دونيث مرا درزو المصيبة ورعني الخان ذي السولة ونسيري مال المصيبة قرن القبائل زيك مثل زاد المصيبة ويصفر ويقفر أغي جعل الله ربي سيقى ذي صفرا ماشي سيقى ذي قفرا. الشافعي إنا يسن إفكيسن دي لوردونو إفكيغد لوردونوس وصفة دعي الأيام تفعل ما تشاء
وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. قصيدة طويلة إلى أن يقول ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء إلى أن يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. الإشارة الثانية الإسلام لم يصل إلينا هكذا بسهولة وبيسر، لا، وصل بالصبر الجميل والنفس الطويل والعمل الدؤوب وديوسرة باطل خاطئ يسلسل عقب ذا القرآن خاطئ لأنه قاذ ونفغر النور للإسلام الذي يضوي. هناك من لا يريد أن ينتشر نور الإسلام بل يريدون إطفاء أن يطفئوا نور الإسلام. لذلك الصحابة رضي الله عنهم زلزلوا وسمعت في الدرس اللي فات وإن ربي سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون، هذه آية يعني الآية 11 وزلزلوا زلزالا شديدا، هي آخر آية فسرناها الدرس اللي فات. هو ربي سبحانه يجرف المؤمنين، حنا ممكن نقرأ المؤمن المصاب، المؤمن المصاب بعد الناد وزلزلوا، شوف المصطلح كلمة وزلزلوا زلزالا شديدا، كلمة الزلزال مخيفة، أولاً زلزلة اسم كان يوعر، ولكن ربي ناد وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا توقف الحديث وهنا يمتحن الناس أكاب ذات ماذي عدي ذي الحيف الحفظ ربي ذي الرقزة المحنة إم زورا نغث فلسنيا فربي قفلنا ذا وقفلنا فرنسا اللاز المحنة الميزيريا أصمير قفلنا كلش، ولكن الساقي ما في دنفذر سلخير ونثني لا ثفن سن أثفن ذي الأخرث أكن دينا ربي مدي هضر في الصفرة مكة السلام الآية يا ربي سبحانه ولنبلونكم، الآية أخرى في سورة البقرة الآيتان 155-156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، والآية الأخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نبدأ التفسير الآية 12 وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا لطيف، ها شوف واحد كي ما يكونش عنده ثقة في ربي ولا ما عندهش الإيمان اللي به وجه. أولا المنافقون، ها المنافق صعب، شفيته في 2001 كي بدينا تفسير القرآن الآية الأولى نتاع سورة البقرة، واش قلنا؟ قلنا ربي كيهضر على المؤمنين باين، المؤمن باين والكافر باين يا إيفان، ربي كيوصل المنافقين شحال آيات، خطر المنافق متعدد الألوان، قد يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب كما يقال، أكيد قافل سوذ من بوبكر الصديق، ولكن يا لطيف سول أبو لهب يوار منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. لذلك المنافقون ذي شو دينا ربي فلسن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، خطر للجنة درجات وللنار دركات، أكا الجنة سعى درجات وثل جهنم هذا الساعة تسرف في ساعة وقذاقين منافقين ربينا في الدرك الأسفل من النار. يا لطيف، وقذاقين خدم التشويش خدم المشاكل خدم كذا، خاصة في وقت المحنة رغم في الغزوة غزوة الخندق اللي
سلمان الفارسي مكفتا الرأي في صلى الله عليه وسلم إن ياس أنغز الخندق الحفر الخندق تقريبا على مدار شهر من في خلال شهر كامل الصحابة غازن فقي لا تكتيكي ذي الحروب ثلا خطر ذي مثل شمغ القيرة هذا القيرة اسمي سيدة واليس. طبعا هناك آداب وهناك أحكام تلتزم حتى في وقت الحرب، ولكن في المجال الفني ألعب كما حبيت. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أخرى في غزوة بدر أسمي ديوسي من الصحفيين يا رسول الله أن تفجرك الجيش المسلمين ويلهرهم كناجي، ولكن كي سينا إنس أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة بكل أدب إنس ما ربي إشينا خدم الجيش كناجي داين ربي سون كومنتير ونزمي أدين في رأي وايض إنسنا قضية تخطيط وكذا هذا الرأي إنس بل هو الرأي والحرب والمكيدة أفكد الرأي أذغين يا رسول الله نفدل الجيش ماشي إذا تقوم كان قادي ورسا مكانهين يفكاس دي زارقيم وفكاس دي الأدلة باللي من ناحية التكتيكية من ناحية الاستراتيجية الحربية إلى قليل يقوم كان فلاني. الحديث طويل، المهم هذه كلها دخل في باب اتخاذ الأسباب. المنافقون بعد يعني بعد غزوة أحد فروا من الغزوة رولا غزوة الخندق تضرى بعد قريبا عامين من غزوة أحد كلها امتحانات. من بعد ذينا فكان النبي صلى الله عليه وسلم العهد ناس يا رسول الله هكنا عهد السيادة السوان ثروا لولاش لا نولي الأدبار بعد اليوم عطوا عهد بعد غزوة أحد، ولكن إمدس غزوة الخندق غزوة الأحزاب هاثان وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وقذيها لكم وهلكم ولون قوين يعني الإيمان ماشي دين النظام ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إناس ربي إواذا غدس النصر الرسول صلى الله عليه وسلم إواذا غدس النصر ولكن ظل باطل أمشار نقافل كل جيشاكي الجيوش الأحزابكي المشركين ذي المحال فقي معناه زرع الهزيمة في النفوس. وعلى بالكم الإنسان إذا انهزم نفسيا لا يمكن أن يحقق انتصارا في أي مجال. نبدأ بالبالون كرة القدم معلش يلا لو كان ليكيب تدخل الستاد منهزمة باين باش يخسروا 2-0 ولا يخسروا 4-0 خطر منهزمين. اما يدخلوا بالاسبري دو فانكر بنفسيه الانتصار ينتصروا نغمق على الاقل طفل شويه الميزان. وكذلك التاجر هذيك الشمان فيستيسمون مشروع اوا نخسر سير سي با لابين يخسر ديجا مازال يبدا. الفلاح قرني كلوكات انت السحساب وفلاح باش انت زراعه هكا وين اللي يدخل الامتحان تلاميذ طلاب يدخل الامتحان لو كان يدخل اوا نخسر سور يخسر لازم يدخل بانتصار في جميع المجالات. المنافقون يريدون زرع الهزيمه النفسيه في مساله خطيره جدا خاصه في وقت الحيف وقت المحنه في وقت القيرة ماشي ذلك سهلا. وثاني يريدون زعزعة الثقة في الله قال ربي ونبي وعدونا ولكن غرور ذو الباطل. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق وفي حكاية طويلة سنشيء لها في المستقبل إن شاء الله في الدروس القادمة يعني وعدهم بالنصر والله عز وجل وعد المؤمن بالنصر. يرنا كلمة النصر ما وردت إلا مقرونة بالله النصر قد ربه دي تساكن ولكن إمذانا أدخذ من كنت زمر ثنسن يتخذون الأسباب. ربي قال إذا جاء نصر الله والفتح نصر الله الآية نظم إلا تنصروه فقد نصره الله. الآية نظم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جميع الآيات مربوطة برب سبحانه عز وجل. إذن
هذا كلام المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني يا أهل يثرب يعني المدينة، خاطر بعدين سميت بالمدينة، الآن نقول المدينة المنورة كيس اسمان النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. سفن السباث ذاك المنافقون الذين في قلوبهم مرض، أسقر نكوني بيوتنا مكشوفة، يوان يغرسي خامن النغ أعذوي بضاد نيثني أسقر يوان يغرسي خامن أن تصيو في النغ زدت بورة بخام. تصوروا كل واحد يوقف قدام دار بيته وحاكم السيف نتاعه والجيوش تصدم عليه، يعني شني هذا ثقيل. ربي سبحانه إيراسن إناس إن يريدون إلا فرارا، وفانت كانت السبة نثني فغان ثارولا ثارولا وثارولا ذيريت العبد إلى قاذي قافل المحنة أكن قفلا الله يبارك. وقال في ديال ربي في صورة الأحزاب سنصل إليها، من المؤمنين رجال والرجولة مقام، شفوا عليها ربي ما هضرش على الذكور، الذكر وحدس ليريتاج وكذا، ربي هضر ذكور. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن المواطن يا ربي هضر ثروكزا والقبيل قارن شبح برقاز تسير روكزا أكي قارن شبح برقاز تسير روكزا وتكمل الناس شبحا تمطوط في الحياة. ربنا في صوت الأحزاب سنشرحها بعدين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قبل ما يهضر ربي على هذا المقام تاع الرجله يهضر في كذاكي ياكو كذاكي ياكو ضعف اثنا نهضر في اللسن، يلا ان يريدون الا فرارا. ولو دخلت عليه من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. وكذاكي يعني سبحان الله لو كان ذا سنين يرتدوا لن يترددوا في الردة في الارتداد، مادام الإيمان نسن يضعف المليح اللي كان في السبة لو كان ذا سنين المشركين أجت الإسلام كومبلي يرتدوا لارتدوا. لذلك أوجه رسالة إلى الشباب، قل لكم يا شباب احذروا احذروا مما ينشر في الفيسبوك في الانترنت، الشكوك والشبهات تزرع بشكل خطير تشوش على الناس إيمانهم خاصة الشباب، تشككهم في إيمانهم في شريعتهم في قرآنهم. فلنحذر ذاري وليش لعب ذي المراجع أواخين الإسلام كيش منها، ولا يجيب لك الآيات يقول لك لا لا هذا قرآن هذا، ولا يجيب لك السنة يقول لك البخاري ما كانش منه صحيح البخاري، موطأ الإمام مالك ما كانش منه. حذاري والله يا خوتي الله يحفظكم، هذه موجة اسمحوا لي نتاع الردة راهي تمشي، موجة إلحاد خطيرة أيغر، وسائل التواصل موجودة وسهلة زيك ولاش، إذا كفر كاش واحد في كاش منطقة ما نسمعوش بها أصلا درك، لا لا يكفر ثم نسمعو كاع، أو اللي مهتمين طبعا يدخل في الفيسبوك يقول يا فلان أرى يقول لك ما كاش منها شكوك وشبهات. هذه ملاحظة اقرأوا تعلموا، هو يوميا نشهد كبار علماء الدنيا كبار فيزيك نوكليير لا جيولوجي لا جيولوجي لاسترونومي في جميع يدخلون الإسلام، كبار العلماء تلقى 60 سنة من البحث والنظر وبعدين يقول لا إله إلا محمد رسول الله. يجي واحد يشوف 4 مينوت في اليوتيوب ومن بعد يقول لك هو بس العقل أخويا العزيز. هو ربي سبحانه قال في سورة فصلت الآية 53
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، إشارة إلى العهد الذي أعطوه، عهدنا ربي بعد غزوة أحد المنافقين، لا يولون الأدبار، ننسى يا رسول الله جمل ولا رذفير ولا اشتروا ولا غرزدات، سنثبت معك. وكان عهد الله مسؤولا، فكان العهد أولى عهد يجب أن فكر العهد يا ربي ماشي ديني سهلا. قل لن ينفعكم الفرار، الفرار لا يطيل الأعمار، الفرار لا يطيل في الأعمار، ثارولا أثر نيرا ذي الأعمار فافيس، المثمتك ضرب دوض مقار مث في المبدأ أمث ذارقاز تير وزني غدا مع ذارقاز ما سنطوث أمث في المبادئ إليك تسمى تساثرة ذولاش. قل لن ينفعكم الفرار، ثارولاكي تبغى ما ثارولم وكنت في عارة، إن فررتم من الموت أو القتل، ثارولا نغسل الموت نغسل القتل القتال خاطي، المثمد دوسا أداس سلام ذوري الشافعي عيشو دينا، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، عند ثرو الأرض أكيد دوض المثمى ذي ثمورث ذي القاعة ملك هنوان، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، مرى دوض المثمى بضد لكن سينهم ذياز صلاة في النبي الطاهر نتسمى الذف الشفاعة فقسطن الموت زيغ ثوعر أشحالي فرذان الساعة إكفغو يوم زيف لعمر لابد دور الساعة مضبط بضد ولكل أجل كتاب. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني حياة الدنيا متعة متعة ولكنها قليل ولو طالت، والحياة قصيرة ولو طالت. ولما غزيف لعمر والزيل أكتفي بهذا. أم بعد الآية الأخيرة قل من ذا الذي يعصمكم من الله، وركن سلكين وركن أنواظ النصير نون وركن يطفن نفوس وركن يعون سوى ربي، ألا أنسى إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة، إذا أراد لكم السلامة إذا أراد لكم الخير ربي سبحانه الله يصيركم والله لا يخلف الميعاد. ما يبغى ربكم يجرف أكون ديسي وض أين يبغى أدي وض ذاك الحصان ربي يجرب سوينين يبغى ماشي سوينين يبغى من مي يبغى ماشي من مين يبغى أكن يبغى ماشي أكن يبغى. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ما يليون ربي جات ولا شوس دي قران وكذاكي يخدم الحساب نسنا كي يتحسبان، ما إلا ربي جاثن ولا شواثني نصران ولا شواثني عيونان ولا شواثني سلكان. أما السعد بين آريلينك وضربي أما كندنا ابن عطاء الله السكندري، من وجد الله فماذا فقد، وين يفان ربي غير ثماس ولاش ذا شو ذي روحا من يطفن ذي ربي. أما السعدس والسلام عليكم ورحمة الله.